بمناسبة اليوم العالمي للغابات، عقدت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يوما دراسي تحت شعار غاباتنا تحمينا من التغيرات المناخية، وكانت أيضا مناسبة لتوزيع جوائز للجماعات المحلية والحضارية الأفضل تدبيرا للغابات، حيث حازت جهة طنجة تطوان على 3 جوائز على المستوى الوطني. هذا اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغابات الذي اختار هذه السنة غابتنا تحمينا من التغيرات المناخية. هذا اللقاء غيمكننا باش نطرقوا لبعض الأمور اللي كتتعلق بالجانب العلمي للتغيرات المناخية، وكذلك غنتمكنوا باش نبينوا شنو هي المخططات وشنو هي البرامج اللي كتقوم بها المندوبية لرفع التحدي ببلادنا للتغيرات المناخيه. وكنتمنى المغرب كامل ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني يمشي في هذا التوجه هذا، لان هذا النظريه هذه ديال الغابات في المدن يعني كتعطي واحد النفس قوي وجديد وتنقيه ديال الاجواء. أفضل مدينة غابوية على الصعيد الوطني لقب توجت به مدينة البوغاز عن جدارة واستحقاق، تشريف لمدينة طنجة تفتخر به، وتكليف للسلطات المعنية لبذل مجهودات أكبر للحفاظ عليه.